السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى عدنا لكم من جديد مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين قناة مغارب أنيوز، من هنا من الأزهار بالبرنوسي بمدينة الدار البيضاء. قصة مهدي بناني تتكرر مرة أخرى، هذه المرة بمدينة طنجة. معنا الأم سعاد. الأم سعاد الإبن ديالها مشى باش يدير الهجرة السرية، يعني بالضبط في 28 نوفمبر 2021. من ذاك التاريخ لحد هذه اللحظة هذه ما سمعت عليه حتى شي خبر. هادشي كله حتى لهنا كيبقى مسألة طبيعية. اللي ماشي طبيعي هو أن بعض الناس اتصلوا بالام ديال انس، اتصلوا بها وكيهدوها وكيطلبوا منها الفديه مقابل اطلاق سراح ديال الابن ديالها. غتابعوا معنا القصه على لسان الاخت سعاد. اختي سعاد السلام عليكم. وعليكم السلام. اختي سعاد المغاربه، دابا انت تواصلتي معنا، باش ديري النداء ديالك، وهذه القصة ديالك راهي قصة غريبة، وكأننا كنشاهدوا مرة أخرى قصة مهدي بناني المختفي كتعاود تكرر. اختي سعاد بغيناك أنت تعاودي لنا، عاودي للمغاربة أشنو واقع. السلام عليكم. أنا ولدي كان باغي يحرق لإسبانيا، وبقى كيطلق اتصل بواحد السيد بلي باغي يحرقو. هذاك السيد كيطلب له الفلوس، من يطلب له الفلوس مشى لعندهم ودا ليهم الفلوس، وداو ليه مليون و مليون ونص عطاها اليوم. مني ما مشاش ما حرقوش، بدا كيعير في الفيسبوك، بدا كيعير وقال للدراري في الجروبات باللي ما تحرقوش، راه كينصبوا على الدراري. دابا ولدك بدا يعير فيهم. بدا كيعير فيهم، قالوا قال الجروبات الدراري عندك كينصب عليكم فلان، راه غادي راه نصاب. وجا لكازا، مني جا لكازا صيفطوا ليه 160000 ريال وخداو النص. هو بقى كيغوت، قال لهم لا تجيبوا لي فلوسي كاملين، وبقى كيشوههم في الانترنت. عيطوا لي، جلس سيمانه في كازا في الدار عندنا هنا، عيطوا لي قالوا ليه جي راه كاين ترونسبور، راه غنحرقوك بلا حتى شي حاجه، حتى توصل عطينا 4 المليون ديالنا. صافي ولدي تاق بهم، ما ولكن ما عرفوش بلي راه هما اللي غادي يديو، نصبوا عليه. دابا داروا ليه بحال زعما فخ، حيت زعما عيطينا في الانترنت وداك الشيء. المهم اتصل بهم مشى، مني مشى هذاك النهار قال واحد البنت يلاه راه كاينه واحد السيد غادي يدينا ب 4 المليون. قالت ليه واخا، مشات هي وياه. مني وصلوا لطنجة مع هذيك 12 الليل لقاو جوج الناس عندهم كليو، صافي داروا معاهم داوهم الغابة ديال أزكار، أزكرانة ولا أزكان بحال هكا في الغابة معروفة في طنجة. داو الدرية ما تلقوها حتى 3 الصباح لما قالت هيايا، وهي قالت لي راه ولدك داو عصابه راه دايرين من التمين وهزين سيوفه وراه داو 5 الناس. قالت لكم حنا ملي ركبنا في الكليو راه كانوا غير لي سايقوا اللي حداه. ملي داونا الغابه قالت لك طلعوا من جناب، طلعوا جوج من هنا وجوج من هنايا وركبوا لقدام وداونا الغابه. قالت لي الظلام، قالت لك انا بقيت كنغوت كنطلب فيهم. ولدك قالت لي تعطيو لاصات، قلت له تيقول لها بابا عرفك كيطلبهم، يعني تيطلبهم باش يطلقوا الدرية تلقوها بعد 3 الصباح. وولدي مابقاش بال بلداك النهار، مابقاش بال ديكلاريت، مشيت ديكلاريت. فين ديكلاريتي؟ مشيت لتطوان ديكلاريت في تطوان، والدرية مشات ديكلارات في طنجة. قالت كان حيت ركبت معاه من طنجة، مشات ديكلارات في طنجة وفي عند البوليس. ولا اليوم الآن ما كاين حتى شي خبر عندي، ما عندي حتى شي خبر. لا والتهديد اللي تلقيتيه، بغينا نسمعوا التهديد اللي تلقيتيه. التهديد راه كيعيط لي، راه عندي الاوديوات باللي تيقول لي زعما راه ولدك ها هو عند الدراري كاينين. اعطينا شي اوديو نسمعوه مع المغاربه، اعطينا شي اوديو، اعطينا شي اوديو نسمعوه مع المغاربه. سمحوا لي. ماشي. ديري حدا بيكون سمعوه. الاول نهار الاول كان كيزبل، فيا ما عرفنيش شكون نوانا هذا الشريفه، ما عرفتش شكون نوانا، ما عرفتش شنو قادر نعمل انا هاك. كان كيزبل مع راسو،
ودابا راه هانتوما محصورين، هانتا كتقول لي بنك بنك. انا غنشوف، انا غنشوف الدراري، انا غنشوفهم، ملي غنشوفهم غيقولوا لي شنو غيعملوا معاه، والسعيد داك غنقول لك شنو كاين. هذا ما كان الشريفه بالحق، اختار اختار من واحد ما عرفش مع من يهضر. حنايا ناويين، كنا ناويين على الخير، وهو ما ناويش الخير. هو انت كتعرف صحاب له، هو الملك ديال المغرب، ما عرفش شنو كاين باقي. هذا ما كان الشريفه، انا قلت لك شنو كاين. اذا هذا جاك من طرف هذاك الشخص، هو اللي دا ولدي، هذا هو اللي دا ولدي. وعنده عصابه، عنده عصابه هذا. واخا انت ملي تواصلتي مع الامن شنو قال لك الامن؟ الامن عطيتهم الاوديوات، عطيتهم اش من تاريخ هذا الشيء هذا؟ نهار والله ما عقلتش التاريخ، اللي نهار اللي مشيت لتيروان ما عقلتش بالضبط. المهم ديكلاريت، من بعد ديكلاريت تما، وداروا مجهود ديال قدرنا، دايرين مجهود، وباقي ما ردوش عليا. الساعة عيطوا على البنت، عيطوا على البنت، عطاتهم تصريحات كيف قالت هي، قالت انا قلت للبوليس اللي كاين، وعيطوا عطيتهم النوامر ديال الدراري الاخرين كاع عيطان. داروا مجهودهم في التليفون، يعني الامن الحمد لله دار مجهود، دار مجهوده. لان عيط على الدراري كاملين سولوهم. واخا هاد البنت، هاد البنت اللي كانت مع ولدك، واش هي من الدار البيضاء تاعها؟ ساكنه في السطات، ساكنه في السطات. تتعرف عليها في الانترنت، يعني بغات تحرق، تلقى بها في، يعني تلاقاو ملي كانوا بغاو يديروا الهجره السريه. لا بجوج كانوا بغاو يديروا الهجره السريه. واخا وهاد البنت هادي شنو 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 قالت عند رجال الامن؟ حتى هي قالت نفس الهضره، قالت لهم جينا باش على اساس نحرقوا. قالت لك حتى ولاو داونا بجوج الغابه، طلقوني انا، قالت بقيت كنبكي عليهم وطلبتهم وداك الشيء، طلقوني مع 3 الصباح. قالت لي ولدك كنسمع فيه مع الخلا والظلام وداك الشيء، قالت لي كنسمعو تيغوت. واخا انا 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 بطبيعه الحال كنبقى اعلامي، كنبقى محايد. دابا انت في النظر ديالك، انت كأم، انت دابا راه مكلومه الله يحسن العون. دابا انت في النظر ديالك، يعني علاش مثلا طلقوا ديك الدريه وولدك بقاو شادين مثلا؟ وكنعرفوا بانه في يعني دريه هما اهم اليوم من دري. في نظرك انت علاش بقاو شادين مثلا ولدك وطلقوا الدريه؟ انا قلت يمكن على هذا الشيء اللي صفيت حسابات، زعما حسابات، قلت يمكن حيت نشر قال لهم هذا راه تنصب على الناس. دابا انت ولدك ما عرفتي واش ميت ولا حي؟ ما عرفتو ميت ولا حي، وكنطلب المسؤول، وكنطلب البوليس، كنطلب السي حموشي يدير شي مجهود. راه ما عرفتش بغيت ولدي يكون حي ولا ميت. انا بغيت نعرف ولدي فين كاين. الله يرحم لك الوالدين، مغاربه اخوتي، اخوتي شوفوا ولدي يديروا معايا جات في جهدين، شوفوا ولدي فين كاين. يا كان حي يجيبوه ليا، كان ميت يعطيوه ليا. هادشي اللي كنطلب. الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين. المغاربه اللي ما ديروا جات في جهدين، راه ولدي دابا راه شهرين ومشى ليا، راني ما عارفه، ما كنعس، ما كنشوف، وكنتقل فكر فيه. راني مرضت، راني كل نهار عند الطبيب، كل نهار نمشي للطبيب، راني ما عرفتش اشنو كاين. بغيت ولدي يجي، كان ميت يعطيه ليا، كان حي يعطيه ليا. راه ما دير والو، دير غير هضره، غير خصومه، راه ماشي متعاقب، ماشي شي حاجه، راه ما دا ليهم والو، راه هو اللي داو ليه فلوسو. دابا حسابات هادشي باش يقول راه كينصبوا عليه، هادشي اللي كتب في الانترنت. انا راه خرجت في الانترنت ملي قال لهم الجروب تيقولوا لهم راه كنصاب، صافي انتقموا ليا من ولدي، قالوا لي جي جي دابا جي. يعني استدرجوا لك الدري؟ داو ليا الدري. دابا انت كتقولي بان ولدك باقي مخطوف. باقي مخطوف حتى الان، وما عندي حتى خبر. دابا خليت فين مشيت؟ مشيت لاموخ، مشيت للسبيطار ديال طنجه، ما خليت فين مشيت؟ كان السبيطار درتهم كاع لي موخ، درتهم لا ديال تطوان ولا ديال طنجه، ما تلقاش اكس، تيقولوا لي ما كاينش. يعني انت عندك الامل ان شاء الله بان الابن ديالك باقي حي؟ تنقول يا رب، تنقول يا رب. دابا انت بغيتي غير تعرفي اشنو وقع على الدري. بغيت نعرف ولدي فين كاين. كنطلب من المسؤولين، كنطلب من الناس، كنطلب سي حموشي يشوف لي هذا الحل. الله يرحم ليك الوالدين، سي حموشي الله يرحم ليك الوالدين، شوف لي ولدي فين كاين. الله يكثر خيركم، الله يحفظكم، راني ما تنعس ما تنشوف، راه ولد عمره 28 عام، كيفاش يتخطاطف عنده 28 عام؟ فين الصورة ديال هذاك الدري؟ هانتوما الناس المغاربة، هذا ربكم، هذا رختكم. وقفوا معايا انا دوني، الله يرحم لكم. واد راه يتيم، راه يتيم، راه يتيم، مشى يخدم، يخدم انا خوتو، ما يخدم عليا، وهانتو جاب الله الحمد لله.
ما غيمشي يخدم، هذا هو اللي خلاه قال لكم خرج نخدم ونخرج زعما نصوفي راسي. هذيك الصورة ملي كان مشى ليه؟ هذه في الفنيدق. في الفنيدق؟ هذه في الفنيدق. ارسلها لكم انتما مسكين. ارسلها لي يعني هنا في الفنيدق فين دار معاهم، وداروا لي حيدوه من الفنيدق، داروا به اتصلوا في طنجة زعما باش ما ينعرفوش حنايا. داروا لي من طنجة. هو ما عندوش مع الناس في طنجة وما تيعرفش الناس في طنجة. هما داروا ليه هكا باش ميديني يجي في الفنادق. انا راه عاطيه البوليس، عاطيهم اوديوات، عاطيهم فين كيهضروا، قراو الميساجات، قراو كلشي كلشي، داكشي اللي بيناتهم في الفيسبوك في الميساجر راه قراو. باقي الساعه ما عندي حتى شي اخبار، تنطلب مغامره. الله يرحم لكم والدي، بارطاجي، الله يكثر خيركم، الله يرحم لكم والدي. اذا اسنو المطلب ديالك الاخر، كنطلب المسؤولين يشوفوا لي ولدي فين كان، كان ميت يجيني، كان حي ميت كيف ما بغى يكون يجيني. الله يرحم لهم الوالدين، الله يكثر خيرهم، يحسبوا هذا راه ولدهم ضيع عليهم. هذا اللي بغيت نقول، فين ما كان يجيبوه ليا. هادشي اللي بغيت نقول. اذا كما سمعتوا معنا مشاهدينا الاوفياء، مشاهدين مغارب نيوز، حنا بالدور ديالنا كنوجهوا النداء للمسؤولين، كنوجهوا نداء لجميع المغاربه من طنجه للقويره، داخل ارض الوطن، خارج ارض الوطن، انهم يساعدوا الاخت سعاد باش توجد الابن ديالها انس، اللي كما سمعتوا هذه مده ديال شهرين ويومين هو مختفي، يعني ما عرفاتش واش ميت ولا حي. هي تواصلت مع رجال الامن كما سمعتوا في مدينه تطوان. الامن كتقولك بانه يعني دار الخدمه ديالو بطبيعه الحال، انه بحث وتواصل معها على اساس انه غادي يرد على الاخبار، الا انها كأم ما صابرات، باغا تعرف يعني في اقرب وقت المصير ديال الابن ديالها. لهذا فهي كتناشدكم خوتي المغاربه، كتناشد المسؤولين، كتناشد رجال الامن، جميع المغاربه من طنجة للقويره باش يتواصلوا، يعني صراحة باش يبارطا على الأقل يتواصلوا معها، يبارطاجيو معها القصة ديالها، لأن هذه قصة كما قلنا قصة ديال المهدي بناني، كتعود من جديد هذه المرة بمدينة طنجة. إذا إلى هنا سنكتفي بهذا القدر، سنأتي على نهاية هذا البث المباشر. النمرة ديالك باش اللي بغى يتواصل معاك 07 71 86 05 55. عاودها 07 71 86 55. وحنا كذلك غادي نوضعوا النمره ديالك، الرقم ديالك غادي نوضعوه مع الفيديو باش ان شاء الله يتواصلوا معك، واكيد ان شاء الله غادي توصل النتيجه. كنتمنى نرجعوا نسجلوا معك، والفرحه كتملئ هذا البيت هذا ان شاء الله، ويكون انس وسط منا ان شاء الله، وغادي نسجلوا معك ان شاء الله هذه الفرحه هذه ان شاء الله ان شاء الله يا رب. هذه اللي كنتمناه. اذا الى هنا ناتي على نهايه هذا البث المباشر، كان معكم مراسل قناه مغارب نيوز مصطفى الكناوي، يحييكم من هنا من منطقه البرنوصي.